চোর নয় ডাকাত নয় নয় কালো বাজারি। صوتك بشع، بهذه التهمة أوقف نجم وسائل التواصل الاجتماعي المغني البنغلاتشي أشرف حسين علوم الملقب بالبطل علوم، وأجبر على الاعتذار من الجماهير لأن أداءه يشوه الأغاني الكلاسيكية. السلطات البنغلاتشية بررت موقفها بأنه أتى استجابة لشكاوى متكررة من الجماهير. علوم جمع مليوني متابع على فيسبوك وحوالي 1.5 مليون على يوتيوب بأسلوبه الفريد في الدندنة ونشره لمقاطع الفيديو، وله أغنية عربية يظهر في مقطعها المصور بملابس عربية تقليدية على الكثبان الرملية مع الجمال في الخلفية. علوم استنكر ما حصل معه واصفا إياه بالتعذيب النفسي. قبضت علي الشرطة الساعة 6 صباحاً وأبقوني هناك لمدة 8 ساعات وسألوني لماذا أغني أغاني رامبادرا ونسرول. أثارت معاملة علوم غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفها المعلقون والنشطاء بأنه هجوم على الحقوق الفردية حتى ولو كان غناءه رديئاً. أنا كما جاهته مدين راهكم يا بي